نقطة التميز اللي في الفريق غير محمد صلاح؟ هو في تكتل دفاعي عندنا في المنتخب المصري وخصوصا مستر كوبر تعود، لكن احنا عندنا مشكلة في الباك ليفت. يعني احنا عندنا محمد عبد الشافي، الناس شايفه ان هو مش هو عبد الشافي، مش هو النموذج. محمد عبد الشافي يعني عمل مجهود كتير قوي وكل الكلام من ده، لكن انا عايز اقول ايه، الحاله الجسمانيه بالنسبه لي لعبد الشافي بالذات مع الاجسام الثانيه ممكن هنتاثر بعض، لكن هو عبد الشافي عنده الناحيه الهجوميه هايله، وهو لعيب مميز جدا، لكن طبعا محتاج حاجه من الاثنين، يا يعني يدوس على نفسه في مرحله اللي هي الفتره اللي هي الاربع اشهر اللي جايين، ان هو طبعا لازم يشتغل عليها على القوه والحاجات دي كلها عشان يقدر يبقى حاجز مكان ليه في المنتخب.